مبروك للشباب، الشباب الصراحة ما شاء الله مرعب هذا الموسم. الأسبوع الماضي معاك أبو جود لو تذكر قلت حتشوف، ذكرت أنا إنه حتشوف أهداف كثير هذا الموسم من الشباب. الثلث الهجومي للشباب ثلث هجومي يعني احلم به أي مدرب. تخيل أنت حتى الآن جوانكا، بوبنزا، كارلوس جونيور، مينا، سانتي مينا، حتان لما ينزل، الى الان طبعا لسه المعلم ما جاء، الاطراف ما تفعلت بالصوره زي ما تكلمنا اول، متعب وفواز، هذول كلهم اللي ذكرناهم في الامام كلهم سجلوا في الثلاث مباريات، لاحظ يعني وصنعوا يعني التنوع هذا في اللاعبين وشوت، شوف الاهداف انت، شيء بالراس، شيء عرضيات، شيء شوت من بعيد، كل هذا يؤكد انه الشباب حيكون يعني بالتأكيد بالتأكيد من المنافسين على كل البطولات هذا الموسم. الغريب في مباراة اليوم انه راجع المباراة اللي كان مستحوذ الطائي، ترى الاكثر استحواذا الطائي، والطائي عودنا انه يلعب زون ويلعب مرتدات، الشباب اليوم لاعب على المرتدات، هذا بالتأكيد فكر مدرب وكانت غريبة على الطائي انه يلعب بالطريقة هذه. تشوف شكل الطائي في الملعب حلو كويس رغم الأربعة لانه فاتح الملعب وبيهاجم وما الى، لكن كفكر كذكاء كروي كان لا ينبغي نلعب بهذه الطريقه. الشباب قلنا المباراتين الاولى انهم امام الباطن وابها فرق يعني ضعيفه الامكانيات، الطائي ليس من الفرق الضعيفه، فرق المميزه بدليل عنده 6 نقاط، ومع هذا هزموا الشباب برباعيه. الشباب وجهه نظري اخر جمله، في الشتويه حيخلي كثير من الفرق تغير في المدافعين وفي الحراس.